دلوقتي الناقد أحمد عويس عشان نعرف تفاصيل أكتر عن قرارات اتحاد الكورة. ألو. ألو أستاذ، إزاي مساء الخير، إزاي صحتك؟ الحمد لله. أحمد، عايزين نعرف بقى، قول لنا إيه اللي بيحصل في الكورة في مصر؟ هو النهاردة طبقا للوائح الاتحاد الدولي في أيام الأجندة الدولية، لو في نادي بيتم استدعاء لعيبه منه اكثر من 2 لعيبه لمنتخباتهم فما ينفعش يلعب مباريات في المسابقات المحليه. الاهلي تلقى استدعاء من 4 دول للاعيبته، الو ديانج، بدر بنون، وولتر بواليا، وعلي معلول، فاصبح مش من حقه اتحاد الكوره يلعب له مباريات في الفتره دي. اتحاد الكوره اجل ماتشين، ماتش البنك الاهلي وماتش اسوان، وقال ان هم هيتلعبوا اثناء دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو اللي هتبدا في نهايه شهر يوليو. النادي الاهلي اصلا كان موافق قبل كده انه يلعب ماتشين اجلهم في وسط مباراتين سان داونز الافريقيين، اجلهم اللي هو مباراتي دجله وسيراميكا، فاصبح الاهلي كده عنده 4 مباريات هيلعبهم في فتره التوقف الاولمبي. النادي الاهلي من الناحيه الثانيه وجمهوره بيقولوا لا، الاهلي كان موافق، وبعد جواب رسمي للاتحاد المصري لكره القدم بيقول انه هيلعب الماتشين دول بس لانه هيفتقد بعض نجوم الفريق اثناء الفتره دي، وانه مش موافق على التاجيل لان التاجيل ده طبقا للائحه فالمفروض يتلعبوا في اي وقت تاني. طبعا هي ازمه مستمره من قبل كده للضغط الموسمين، في مباريات كتير قوي المفروض تتلعب، الاهلي عنده مباريات كتير. طيب معلش يا احمد، خليني اكون او نكون صراحه، يعني ليه جمهور الزمالك خايف انه تأجيل المباراة او مباريات النادي الاهلي في الدوري، انه يعني الدوري يروح للاهلي يعني، او اتحاد الكرة ممكن يكون بيريح الاهلي؟ لا، هو اتحاد الكرة مجبر مش بمزاجه، يعني هو مجبر. النقطة اللي النادي الزمالك او جماهيره هيبقوا يطالبوا بيها في الفترة القادمة انه الاهلي الزمالك مش هيلعب بقيت مباريات. دلوقتي الزمالك لعب 24 مباراة والاهلي لعب 19، في فرق 5 مباريات. الزمالك عنده مباراة الجونة يوم الاثنين، بعد مباراة الاسماعيلي في كاس مصر، فيبقى الفرق 6 مباريات. الزمالك هيطالب لا، احنا مش هنلعب تاني في الدوري الا لما الاهلي يستكمل مباريات، وده حصل قبل كده ان الاهلي طلبه في فترة من الفترات انه كان لعب مباريات كتيرة والزمالك كان بيلعب في افريقيا، فالاهلي قال مش هلعب غير لما الزمالك يستكمل مؤجلاته. فهي زي ما بيقولوا كده الكورة بينج بونج، رايحة جاية بين مجالس ادارات الانديه الاهلي والزمالك، واتحاد الكوره هو اللي في النص. ولكن الحقيقه هو ده ضغط الموسم الماضي هو اللي عمل ده، والحقيقه هنطول فيها كتير لانه كمان عندنا ازمه كبيره. الاتحاد الافريقي قفا هيقفل باب القيد والانديه المشاركه 30 يوليو، واحنا لسه ما خلصناش الدوريات بتاعتنا، يعني داخلين على مرحله صعبه جدا. الاهلي عنده مباراه السوبر يوم الجمعه، فاعتقد ان لا جمهوره ولا مجلس ادارته مشغول دلوقتي بالمباريات المحليه، هو مستني يخلص ماتش الجمعه وهيرجع يبدا يفكر في ما هو قادم، لان ما هو قادم اصعب بالنسبه للنادي الاهلي اللي لازم عنده الاستعداد لمباراه الترجي في دوري ابطال افريقيا 18 و25 يونيو. هو ده اعتقد الاهم بالنسبه لجمهور الاهلي، ولكن احنا فعلا داخلين على ازمه المباريات المؤجله. هل الاهلي هيوافق انه يلعب ال4 مباريات؟ اتحاد الكوره عبر احد مصادره المسؤوله قال انه عنده جواب بيقول ان الاهلي موافق انه يلعب اي عدد مباريات او استكمال الدوري بالكامل. طب خليني اسالك بقى، اقول لك يعني قول لنا بصراحه، انت شايف توقعاتك انه الدوري هيكمل ولا مش هيكمل؟ انا شايف انه في ظل الازمات دي ممكن ما يكملش، ولكن هو الزمالك دلوقتي وهو اقترب وماشي كويس وبيقرب انه يحقق بطوله الدوري بعد غياب اكتر من 6 سنين، وبعد تبقى البطولة الثانية في خلال 15 سنة، أعتقد إنه مش هيفرط بسهولة في اللقب. الأهلي هو كمان جمهوره لا يرضى إلا بالدوري رغم بطولاته الكتيرة، هيحاولوا إنه يكمل، ولكن الحقيقة في ظل كل الضغوطات الدوري رايح للإلغاء. هل هيتلغي ولا لأ؟ خسائر الدوري من إلغائه المادية مرعبة، أرقام كبيرة جدا في عوائد البث شركات الرعاية، فمحدش يستحمل خالص. ربنا يسترها ويعديها على خير والدوري يكمل يا أحمد، وبشكرك جدا أحمد عويس الناقد الرياضي المتميز.